بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا ومرحبا على قناتكم شرح زي التعليم. والنهاردة بنشرح موضوع حصري على قناة شرح زي التعليم. والموضوع ده جه بناء على طلب احد المتابعين على الفيسبوك والقناة، بيقول او بيطلب، عايز يعمل بانر اعلاني لمنتجات كليك بنك ويضع هذا البانر الإعلاني على موقعه أو المدونة بتاعته. طبعا يعني ده شيء يعتبر صعب. ليه؟ انت عشان تعمل بانر لمنتج من منتجات كليك بنك لازم تعمله باحترافية أو برامج معينة وتقنية حديثة معينة. لكن الأخ عايز يعمل الشيء ده ببساطة وهو اللي يعمله بنفسه. بالتأكيد انت اما يعني بتقول العملية معقدة جدا، العملية ليست معقدة. العملية كل ما في الامر ان احنا هنحتاج الاول برنامج لعمل البانرات. هذا البرنامج من يعني في برامج كتيرة على شبكة الانترنت، وهنختار برنامج من هذه البرامج، وهو برنامج بيسمى ايزي بانر كريتور على ما اتذكر. ده البرنامج اسمه ايزي بانر كريتور، او اسف اسمه ايزي جيف انيميتور. ده ايزي جيف انيميتور، ده اسم البرنامج ايزي جيف انيميتور. البرنامج تم تحميله، انا حملته من احد المواقع، برنامج مجاني. ده واجهة البرنامج. زي ما انت شايف كده، دي الواجهة بتاع البرنامج. وهنا create انشاء new animation وcreate animator banner. هنا لو انت حابب، وهنا create animator button، لا يعني زر لي يعني زر الانيميشن برضو، وهنا بانر، وهنا صورة بصيغة الانيميشن او اعلان بصيغة الانيميشن. الطريقة ان احنا كمشترك في كليك بانك هتدخل على موقع كليك بانك الاول. هندخل على موقع كليك بانك طبعا الاول. لازم تدخل على موقع كليك بانك وتدخل على حسابك. ده موقع كليك بانك، ودخلت على ماركت بليس، ودخلت على احد افرع الماركت بليس وهو كوكينج فودز. وطبعا اخترنا، لازم هتختار منتج، وعلمنا طبعا ازاي تختار المنتج وعلى اي اساس تختار المنتج وازاي تختار المنتج الحديث. كل الكلام ده احنا شرحناه في سلسلة كانت من الشروحات تقريبا 5 أو 6 فيديوهات اهي. اربح من كليك بانك الخطة السرية للترويج لمنتجات كليك بانك، وقلنا فيها جميع الاشياء اللي تخطر ببالك علشان تروج لمنتجات كليك بانك. خلاص. طيب احنا بقى النهاردة يعني استكمالا، اعتبر هذا الدرس استكمالا لهذه الخطة السرية للترويج لمنتجات كليك بانك. هدخل على كليك بانك اهو، وبعدين هختار اي منتج. انا هختار اي منتج عشوائي للشرح. اخترت هذا المنتج اهو، ضغطت عليه علشان افتح الموقع بتاع هذا المنتج. هذا موقع المنتج اهو، في صور اهي، مجموعة من الصور. انا عايز اخد صورة او صورتين، او اخد العناوين الرئيسية دهي اعملها بانر، العناوين الرئيسية دي
اعملها بانر. ازاي؟ في الاول لما بتضغط على بروميت بيظهر لك الصفحة دي، بتقول له كرييت، بيظهر لك هنا ده اللينك اللي انت بتاخده تختصره، وده كود، ده اسمه ايه؟ كود اللي هو الهوب لينك HTML كود. شفت ده الازرق ده اسمه ايه؟ هوب لينك. ده لما بتاخده وبتضعه في احد المدونات عندك او في المدونة بيظهر عبارة عن كلمة كليك. تعال نجرب كده، ناخده نسخ ونروح على المدونة بتاعتنا اهي، دي المدونة بتاعتنا، ونروح على التصميم ده شرح فقط، نروح على التصميم علشان نضيف أداة جديدة، نضغط على لو اويت، علشان نضيف أداة جديدة. أداة، الأداة الجديدة بنضيفها ازاي؟ هنا نضغط على Added Gedits، هيفتح لنا صفحة تانية بنختار منها ال HTML، نضغط عليها وبنضع هنا الهوب لينك. خلاص ده جايبينه منين الهوب لينك ده؟ جايبينه من كليك بانك، اللي هو الهوب لينك بتاع كليك بانك. ماشي يا جماعة، خليك معايا ركز، ده جايبينه ايه؟ من هنا، لما دخلنا على بروميت جبنا الهوب لينك من هنا، ماشي الكلام؟ ده الهوب لينك وضعناه هنا، وضعناه هنا اهو. طيب انت بقى كل ده هيظهر كلمة كليك. طيب انت عايز تحط عنوان، هتاخد عنوان اي عنوان هنا بقى من المنتج اللي انت بتروج له، من المنتج اللي انت بتروج به. يعني لو انا خدت العنوان ده، العنوان ده اهو كده نسخ، وكتبته فين؟ كتبته هنا، لو كتبته هنا كده هيظهر الكلام ده، وتحتيه او جنبيه كلمة كليك بانك، اللي هو دي هتظهر كليك بانك، كليك كلمة كليك فقط. وده العنوان. طيب ممكن ايضا اضع ايه؟ اضع هنا، اضعه هنا في المكان ده اهو، اضعه هنا في المكان ده. طيب تعال كده نجرب ونشوف، نضغط سيف، نضغط سيف، وبعدين ندخل على المدونة اهي، سيفناها خلاص. تعال نشوف المدونة، منظر المدونة ده هيبقى ازاي، الشغل اللي احنا عملناه ده ازاي. بص معايا، لما كتبنا العنوان في الاول في المربع الفوقاني ظهر الكلام ده اهو، لما كتبناه جوه مع الهوب لينك ظهر اهو برضه اهو، وجنبيه كليك هير اهي، اللي بقول لك عليها دي كليك هير اهي، ظهرت كليك هير اهي. خلاص يبقى انت ممكن تحط الكلام في كلمة العنوان. انا ضغطت عليها طلعت لك ايه؟ الموقع او اللينك بتاعك. وانت لو ضغطت على كليك هير دي بتحولك على الموقع للمنتج اللي انت بتروج له، وبيتحسب لك ايضا على اساس ان انت ده الهوب. فانت ممكن تعمل اعلان على زي ده كده على اول موقع، اول موقع بتاعك. لكن السؤال او اللي احنا عايزين نوصل ليه، ازاي نعمل بانر ونحط صورة؟ هنا ممكن احط لك صورة
في نفس المكان ده. طب تعالى كده نحرر الصفحة دي تاني اهي. تعالى كده عايزين نسيب بقى، خد بالك للكلام هنا، ده العنوان اللي هو التيتل ده اللي هو موجود هنا ده، فاهمني؟ طيب واللي تحت ده ظهر اهو، وكل ال HTML اللي هو الهوب لينك ده ظهر باللون الازرق، كليك هير ده تحت. طيب احنا نشيل واحد منهم، نشيل مين؟ نشيل ده مثلا كده، ونخلي العنوان فوق علشان نحط الصورة. نحط ايه؟ صورة. اه ممكن ننقل صورة هنا، اه ممكن ننقل صورة هنا. ازاي؟ تعالى نرجع تاني لصفحة المنتج اللي احنا بنروج ليه عشان نخلي الاعلان بتاعنا شكله حلو. هناخد مثلا الصورة دي، كليك يمين ونسخ الصورة، وبعدين نروح على ايوه رجعت لنا تاني، هنضغط هنا كليك يمين ونقول له لاصق، نقول له ايه؟ لاصق. نشوف هتلزق معانا الصورة ولا لا. تاني نسخ الصورة، نحاول دلوقتي ان احنا ننزل صورة، ننزلها تحت هنا لاصق، ما نزلتش الصورة. نشوف صورة تانية، صورة تانية، كليك يمين نسخ الصورة. كل ده احنا بنحاول نحط صورة هنا. نقول تاني نسخ، ممكن نجيب نسخ عنوان الصورة. لصق، ادي الصورة بتاع الهوب لينك. لا احنا عايزين الصورة، عايزين الصورة. طيب نقول سيف ونشوف الوضع هيبقى معانا ايه. نرجع للمدونة بتاعتنا اهي، جاب الصورة كهوب يعني مش صورة، جاب عنوان للصورة. نحررها تاني، تحرير تاني، ونشيل الكلام ده ونحاول نلصق الصورة. طيب هي الصورة ما جاتش معانا ليه؟ لان الصورة احنا واخدينها من الموقع مباشر، واخدينها من الموقع مباشر. نشيل عنوان الصورة ده، وتعالوا نرجع تاني كده على الصورة دي او الصورة الصغيرة دي، ونعمل فيها ايه بقى؟ خد بالك للكلام، انا هاخد الصورة ده اهي، اشيلها كده، اخدها كوبي على الديسكتوب، اشيلها سحب كده واحطها على الديسكتوب. احطها على ايه؟ على الديسكتوب اهي، الصورة اهي. لا دي مش الصورة، هاخد الصورة من الموقع، هاخد الصورة من الموقع، الصورة الصغيرة دي اهي، هاخد الصورة ده اهي، احطها على الديسكتوب هنا واشوف ظهرت راحت فين. ادي الصورة اهي، دي الصورة اهي، هي دي الصورة. هناخدها هعمل لها كوبي كوبي، وهندخلها هنا اهو، ونحاول كده نقول لها ما جاتش باست، نشدها تاني كده هنج معانا. هنا بعد ما حفظنا العنوان وكليك هير، هنعمل ادايت كده تحرير، وادى الهوب لينك اهوت. هنضغط على كلمة رايش ديسك دي،
اتحولت الى اللون الازرق. وبعدين هنروح لصورة من المنتج اللي احنا بنروج له ونقول له نسخ الصورة اهو، نسخ الصورة ونقول له الزق الصورة، الصورة اتلزقت معانا. يبقى الاول بنضغط على اضاءة اتش تي عشان تتحول الى العلامة الى كليك هير دي، وبعدين بنقول له سيف، نقول له ايه سيف. هنروح بقى للمدونة بتاعتنا، ادي المدونة، ادي الاعلان اللي احنا عاملينه، ادي العنوان وادي الصورة وادي كليك هير. فلما الزائر بيضغط على كليك هير دي اهي، لو ضغطت على كليك هير هتتحول الى صفحة المنتج اهو، هيتحول الى صفحة المنتج اللي انت بتروج له. هذا المنتج اللي احنا بنروج له اهو. فانت بكده نرجع تاني، عملت اعلان بصورة، عملت اعلان بصورة على مدونتك بعنوان ايضا بلينك اهوت كليك هير، واصبح العنوان او الاعلان شكله جميل، في تكست وفيه صورة وفي نفس الوقت بيؤدي الى نفس الغرض. طيب هل انا ممكن من الصور دي اعمل اعلان بالبانر؟ هنرجع بقى للبرنامج بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ايزي جيف انيميتر. كل ما في الامر ان انت بتاخد مجموعة صور، تلات صور او تلات عناوين، اما بتكون منها الانيميتر. هنا كرييت نيو انيميشن او كرييت انيميشن بانر، تضغط على كرييت انيميشن بانر. ده مسافات او مقاسات البانر، طبعا انا اعمل شيء بسرعة علشان الفيديو ده، بتختار المقاسات وده الارتفاع والطول والعرض، وبعدين بتضغط نيكست وهنا سيمبل كولر او جريدنت كولر، يعني الوان متداخله مع بعضها. خلينا في سيمبل كولر علشان طبعا بتختار الخلفيه، اختار الخلفية، عايزين الخلفية مثلا زي دي كده، وتقول له نيكست. ده التكست الاولاني اللي انت بتحطه، بتحط اي عنوان، العنوان ده بتجيبه، خليك معايا، بتجيبه من المنتج، هذا صفحة المنتج، هتحط اي عنوان من المنتج ده، العناوين الرئيسية اهي زي ده كده اهو، ادي العنوان، ادي لاصق، ادي العنوان الاولاني ظهر، طبعا ظهر بصورة كبيرة عن البانر، بتضطر ان انت تقلل الخط بتاعك، او من الاول بتكبر حجم الايه هذا البانر، بتكبر خط هذا البانر. خلاص نرجع تاني اهو، بنكبر احنا بقى خط البانر ونخليه خط طويل او بانر اكبر شوية، وبعدين نيكست نيكست. ونشوف البانر هيبقى معانا شكله ايه، جه معانا اهوت، نغير اللون ونقول له نيكست، اسف نرجع تاني معلش انا بعمل ايه سريع.
خد بالك ال 728 في 90 ده احسن بانر اللي هو بيبقى طويل اهو. بسط، غير اللون، هذا اللون، هذا التكست الاولاني شكله اهو، عايزه يشتغل ازاي، هاو تو شو، عايز شوفه ازاي، عايز يقعد كام ثانية، ثانيتين، نهايته تبقى ازاي زي ما انت عايز، وبعدين تجيب تكست تاني، تكست تاني، نرجع تاني بسرعة كده للمنتج اللي احنا بنروج ليه اهو. ناخد عنوان رئيسي ونحطه كمان هنا تكست، ونغير نخلي الخط اصغر كمان شوية عشان ده طويل شوية، نغير اللون، ده اللون، ونقول له كمان تكست التالت. هنروح للمنتج، هناخد عنوان كمان، اي عنوان كمان مناسب، انا بشتغل بسرعة ماشي كلام. هذا العنوان التاني، وده التكست التالت، ونغير لونه كمان، نخلي اي لون، اي لون ماشي كده. ادي معانا تلاتة تكست الوقت اهم، وشكلهم اهو، وبعدين نقول له نيكست، وبعدين هنحفظ سيف بانر، هنشوف هنحفظه في انهي مكان. طبعا هو جاب لك البانرات هنا او الاف، جاب لك فتح لك فايل من اللي عندك هتسميه ايه اهو، سيف. حفظنا احنا كده ايه البانر، ونروح نشوفه شكله ايه في التكست اللي احنا حفظنا فيه اهو. هذا البانر اهو اتحفظ معانا على صورة شكل من اشكال الجي اي اف. خلاص طيب، الصورة دي احنا بقى هنحملها مكان الصورة اللي احنا عملناها قبل كده اهو. خلاص كده، نرجع بقى هنا تاني اهو، ادي المدونة، وادي المكان اللي احنا حافظين فيه، وهنقول له ايه دايت اهو، ادي العنوان، وادي البانر، وادي الايه ال اتش ام بتاع الصورة اهو. ادي الصورة، ممكن هنشيل احنا بقى الصورة دي، هنشيل الصورة دي اهي، قص، انشالت فعلا الصورة، وتعالى نشوف ننسخ الصورة اللي احنا عملناها دلوقتي، ونحاول اهي كوبي، ونحاول ندخلها مكان ده، نقول له كوبي، هنشوف هيقبلها ولا لا. ما تنساش تضغط على هدايه اتش تي ام، ما قبلهاش، ما قبلهاش ليه بقى؟ لان عايزه تاخد اتش تي ام ال. هتعمل انت في الصوره دي ايه؟ اقول لك هتعمل ايه، هتاخد الصوره دي وترفعها على المدونه بتاعتك كانها موضوع، كانها موضوع. بمعنى ايه؟ هتيجي على المدونة وهتقول له نيو بوست، موضوع جديد، هتقول له العنوان، اكتب اي كلام في العنوان، وعايزين ندخل صورة،
عايزين ندخل صورة، نختار ملف ونختار الصورة اللي احنا عملناها. نشوف كده يدخلها ولا لا. دخل الصورة، هنقول له بابلش. سيبك من الكلام ده كله، مش عايزين ننشر حاجة على جوجل بلس، ده احنا بنشرح فقط. هنفتح الموضوع ده اهو علشان ندخل على المدونة. ادي المدونة اهي، وادي الموضوع، وادي الصورة، وناخد نسخ الصورة. علشان ندخلها ونحاول نشوف الوضع هيبقى ازاي. نحرر تاني اهو، لصق الصورة اتلزقت فعلا اهي، ونقول له سيف، نقول له سيف، وتعالى نروح على المدونة ونعمل ريفريش. نعمل ريفريش، ايه رأيك؟ ادى عنوان المنتج، وادى الكليك هير، وادى البانر بتاعنا. طبعا انا عملته سريع وما شرحتش البرنامج، لكن هشرحهولك بالتفصيل تاني. يبقى انا علمتك دلوقتي ازاي تعمل بانر لمنتج كليك بانك، كويس؟ وتعرف تعمل كليك هير للمدونة بتاعتك. برضو لو ضغطت على كليك هير هتروح لنفس المنتج اللي انت بتروج عليه اهو. فالعملية اللي انا علمتها لك دي انت ممكن تعملها كده باكثر حرفية، وتحط فيها ايضا صور، تحط صورة وتحط تحت الصورة الفلاشية اللي هي الاعلان ده، ويبقى اعلان جميل بصورة وصورة فلاشية وكلام وتكست وكل شيء. ده اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، وانا طولت، وانا الى ان القاكم، لكم كل التوفيق ونجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.